إطلاق بالونات حارقة ومتفجرة وتظاهرات ليلية واسعة شرق القطاع. إذن أول مواجهة بين حماس وإسرائيل منذ العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في غزة حارس الأسوار، وهذه تأتي في حكم بنت الحكومة الجديدة، وبطبيعة الحال فإن الكابينت الإسرائيلي سيجتمع اليوم لمناقشة سبل الرد على هذا الأمر. في صحيفة إسرائيل اليوم عنوان إحباط في غلاف غزة، من المستحيل أن نكون أكثر تحفظا، يدعو تحرنوت. في عنوان آخر حماس لا تزال تحدد جدول أعمالنا. أما صحيفة إسرائيل اليوم تقول الجيش الإسرائيلي هاجم ردا على البالونات الحارقة. هناك دليل يقول أن الرد كان ردا على البالونات. صحيح، أولا هذا الأمر يعبر أن هناك تغيير في المعادلة. إسرائيل لم تكن ترد على البالونات الحارقة، كانت ترد فقط على القذائف، ولكن هنا تغيير في المعادلة. وهذه أريد أن أقول أمرين. أولا دليل على أن حارس الأسوار لم تحقق الردع، والأمر الثاني هو أن حكومة بنت وجدت نفسها بالحكومة الجديدة طبعا بامتحان كبير. في صحيفة جوزلين بوست عنوان لا حماس ولا إسرائيل يريدان جولة أخرى. المقصد هنا عن التصعيد الذي ممكن أن يحدث مرة أخرى، ولكن هل فعلا ما يعني صحيح حقية هذا العنوان أن الطرفين لا يرغبان في التصعيد؟ هذا عنوان لمقال رأي كتبته أن أهرونوميم في صحيفة جيروزاليم بوست، وهي تشير أو تستدل بهذا الاستنتاج على ضبط النفس من كلا الجانبين إزاء يعني العمل التصعيد في الجنوب الذي كان في الفترة الماضية. في صحيفة القدس الفلسطينية هنية يصل المغرب في مستهل جولة عربية. إذن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس زار المغرب والتقى برئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والمحسوب على طبعا كما هي حركة حماس على الإخوان المسلمين. وهذه الزيارة هي الأولى لمسؤول رفيع من حماس للمغرب بعد تطبيع العلاقات قبل نصف سنة مع إسرائيل. في صحيفة القدس الفلسطينية هناك عنوان وفد إسرائيلي يتوجه للقاهرة الأسبوع المقبل لبحث وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. هناك أيضا وفد إسرائيلي من مجلس الأمن القومي الإسرائيلي سيصل مصر اليوم، وسيدرس مع المصريين إمكانية يعني أن تجري الحوار المقبل في المرحلة المقبلة بمستويات أعلى. في صحيفة معريف وهكذا جاء في العنوان إحباط محاولتين من قبل مخربتين لتنفيذ أي عمليات، وصحيفة الأيام الفلسطينية تقول والدها للأيام لقد قتلوا مي بدم بارد. إذن العنوان الأول يتحدث عن عملية في يعني حاجز حزمة قرب القدس، واعتقاء طبعا قتلت بها يعني الفلسطينية، والثانية هي اعتقال فلسطينية كانت بحوزتها سكين في مدخل الحرم الإبراهيم الشريف في الخليل. الخبر الثاني يتحدث عن العملية في حزمة، والتي يقول الفلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي أعدم هذه الدكتورة المحاضرة في الجامعة يعني بدون أي سبب يستحق ذلك، وإسرائيل تقول أو تدعي أنها حاولت دهس ومن ثم طعن جنود. في صحيفة الأيام الفلسطينية عنوان آخر العليا الإسرائيلية تبدأ النظر في قضية الشيخ جراح مطلع آب. إذن أربع عائلات فلسطينية مهددة بالإخلاء في حي الشيخ جراح قامت بالتوجه للمحكمة العليا، والمحكمة العليا الإسرائيلية حددت أخيرا يعني موعدا للتداول. وفي صحيفة جوزلين بوست عنوان العاهل المغربي يهنئ بنت على توليه رئاسة الوزراء، وصحيفة الصحراء المغربية بلقية تهنئة من جلالة الملك إلى نفتالي بنت بمناسبة انتخابه رئيسا للوزراء بدولة إسرائيل. واليوم أيضا قام ولي عهد البحرين بإرسال برقية مشابهة لبنت، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الاهتمام العربي بما يحدث بإسرائيل، خاصة أن كان هناك يقولون أن سيتغير نظرية التطبيع مع خروج نتنياهو. هذا بالنسبة لإسرائيل صحيح، ولكن هذا الأمر يثبت أن يعني السياسة الخارجية لإسرائيل ومكانتها الدولية الدبلوماسية لم تتأثر كثيرا. وفي صحيفة إسرائيل هيوم الأزمة جاءت بسرعة، ليس لدى بنت أغلبية لتمديد الحظر المفروض على لم شمل الأسرة، وصحيفة الأيام الفلسطينية تقول قانون لم الشمل يثير الإرباك لدى الحكومة الإسرائيلية الجديدة. الحكومة الإسرائيلية الجديدة هي غير متجانسة، هناك العديد من الأحزاب التي تختلف تقريبا على كل شيء، وهذا هو المطب الأول الذي يعني يلاقيها، ألا وهو قانون يمنع لم الشمل على يعني عائلات
الأب من الضفة الغربية فلسطيني والأم أو بالعكس طبعا عربية من إسرائيل. في صحيفة هآرتس جلسة انتقالية استغرقت 30 دقيقة، 12 سنة من الحكم ستبقى مع نتنياهو. إذن هذه الجلسة كان من المتوقع أن تكون أطول، وكان يجب أن يتم النقاش بها لتبادل السلطة، لتداول السلطة، ولكن نتنياهو اختار أن يكون ذلك 30 دقيقة وهو أمر بسيط، ما أدى إلى انتقاده من قبل الرأي العام الإسرائيلي. ونبقى مع نتنياهو. في صحيفة هآرتس، نتنياهو أقام حدثين سياسيين على الأقل في بلفور منذ نهاية ولايته كرئيس للوزراء. وإسرائيل هيوم، الصحيفة اليمينية، تقول هاجس لا داعي له حول الإخلاء من بلفور. الخبر الأول هو انتقاد لنتنياهو على يعني بقائه حتى الآن، صحيفة هآرتس اليسارية، صحيح، حتى الآن في مقره في بلفور، في يعني المنزل الرئيسي لرئيس الحكومة الإسرائيلية. وإسرائيل هيوم تنتقد يعني الخبر في هآرتس، لماذا كل هذه الضجة على أن الرجل أنهى ولايته وما زال يقيم في المنزل الرسمي لرئيس الحكومة الذي من المفترض أن يغادره في كل لحظة؟ لكن هذه الهواجس وهذه التداعيات بأن يعني ربما سيكون هناك صعوبات من خروج نتنياهو من بلفور مقره الرئاسي هناك، يعني من أين جاءت؟ جاءت لأن بنت يعني سمح لنتنياهو بالبقاء في هذه الفترة في منزله في شارع بلفور. لماذا؟ لأن بنت غير معني حتى الآن بالدخول إلى بلفور، لأنه على ما يبدو يريد أن يبقى في منزله الخاص في مدينة رعنانا، وأن يستخدم بلفور فقط للمناسبات الرسمية.